وبشأن تقرير هيئة النزاهة في العراق عن جرائم الفساد في الدوائر الحكومية في ظل تضخم ثروات المسؤولين، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو. أهلا بك معنا دكتور صباح. أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله دكتور صباح. يعني بحسب هيئة النزاهة فإن هناك 54 جريمة فساد في الدوائر الحكومية لبغداد في شهر نيسان المنصرم فقط، برأيك ماذا يمثل هذا الرقم في ظل هذا الفساد المستشري في العراق؟ حقيقة ما يحصل في العراق منذ 2003 ولغاية اليوم هو حالة من حالات الخروج عن القانون، بحيث يدلل فشل إدارة الدولة التي أعطت كل الإمكانيات لتوسع الفساد بشكل متسارع كما حصل في حالة التراكم الكبيرة جدا، ووصلت إلى مراحل بحيث استطاعت هيئة النزاهة أن تعمل إحصائيات يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية، وعلى مدى 17 سنة ماضية لاحظ هيئة النزاهة ما تمتلكه من صلاحيات، حقيقة صلاحيات عالية جدا في بنود عملها وتطبيقها للقانون، ولكن مع الأسف أن هيئة النزاهة بحد ذاتها هي خاضعة لعملية تعيينات وفق المحاصصة منذ 2003 ولغاية الآن، وهذا هو الذي يعرقل عملية المحاسبة وعمليات الكشف المستمرة للدعاوي التي تقدم ضد كل شكل من أشكال الفساد المالي والإداري الذي يمارس من قبل حقيقة الأحزاب السياسية التي تدير إدارة الدولة. وهذا دفع بالسيد برهم صالح حقيقة أن هناك أكثر من 150 مليار دولار تم تهريبها خارج العراق، ولكن لجنة النزاهة النيابية حقيقة قدرت الأموال بحدود حوالي 350 مليار دولار منذ 2003 على مدى 17 سنة ماضية. إذن هناك شيء فلكي وأرقام حقيقة مرعبة، يعني كان بإمكان العراق أن يكون من الدول الرائعة جدا في العيش والخدمات والتطور. نعم، يعني هنا نلاحظ أن هيئة النزاهة تقتصر مهمتها لربما على تعداد هذه الانتهاكات فقط، ويعني تتقاعس عن المحاسبة أو عن توجيه الاتهامات لأشخاص معينين ولمسؤولين معينين. بالتأكيد هناك عملية استثناءات كبيرة جدا لمسؤولين مقربين من الرئاسات الثلاث حقيقة والأحزاب التي تدير الدولة، وفي زمن السيد عادل عبد المهدي في 2018 شكل لجنة تعمل على إحصاء ملفات الفساد وتقديمها إلى لجنة النزاهة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. في 2018 قدرت بحدود حوالي أكثر من 1500 شكوى. يعني بصراحة هيئة النزاهة تمتلك إمكانيات الإحصاء وكذلك أيضا التدقيق، ولكن لا تمتلك وسائل الأسلوب الحقيقي الذي يتماشى مع القانون العراقي في عمليات المحاسبة. طيب هناك دكتور صباح، يعني هناك لربما سؤال يطرح نفسه، بما أن هيئة النزاهة لربما تكون يعني ينخر فيها الفساد هي ذاتها، ما الذي يدفعها إلى الإعلان عن هذه الأعداد الضخمة من عمليات الفساد إذا كانت غير قادرة على المحاسبة؟ الإعلان في اعتقادي هو امتصاص لنقمة الشارع لفترة زمنية معينة وعملية تخدير للشارع، وهذا حصل منذ 2003 ولغاية الآن. يعني الشارع الذي ينتفض كما نلاحظ في تقريركم هذا الأخير في كثير من المحافظات عمليات فساد مالي وإداري وحراك شعبي ضد كل أشكال الفساد
والخروج عن القانون والدستور، ولكن تدرك هيئة النزاهة التي تدار من خارج هيئة النزاهة من قبل حيتان الفساد الكبيرة حقيقة. لذلك نلاحظ لا وجود شكل من أشكال المحاسبة، وإن تم فيتم عمليات سرعة كبيرة جدا لمناصب دنيوية أو موظفين بسيطين، يتم عمليات محاسبتهم وبعد مرور فترة يتم عملية إخراجهم. نعم، يعني بخبرتك الاقتصادية دكتور صباح، ما هي الآليات التي تكفل لربما وقف نزيف المال العام من قبل المسؤولين الذين يعني بطبيعة الحال أصبح لديهم ثروات من جراء هذا الفساد؟ بالتأكيد هناك ثروات ضخمة جدا، بحيث بالإمكان أن يقومون بأعمال حقيقة تخالف ليس الدستور وإنما تخالف أي شكل من أشكال العمل الإنساني، ومخالف أيضا حتى لقوانين المنظمات العالمية في استخدامهم للمال، وخصوصا لما يكون مرتبط بأذرع مسلحة. أغلب حيتان الفساد مرتبطة بأحزاب لها أذرع مسلحة، ولذلك نلاحظ لا تتمكن المؤسسات القانونية والحقوقية من اتخاذ الإجراءات بحقهم. لذلك نلاحظ حالة الفوضى للمال العام وعمليات الهدر مستمرة، رغم حاليا يعني منذ الانتخابات ولغاية الآن لا توجد موازنة ولا توجد حكومة ولا توجد عمليات استثمار حقيقية للإيرادات الفلكية الداخلة من جراء ارتفاع أسعار النفط. لذلك نلاحظ، أحب بس أوضح نقطة، تفضل، أن هناك ما لا يقل عن 40 منفذا للفساد في الدولة العراقية، يتمثل أولا تهريب النفط، ملف العقارات، المنافذ الحدودية، تجارة الذهب والمجوهرات، السجون ومراكز الاحتجاج، النقاط الأمنية الرسمية حقيقة، المكاتب الاقتصادية في المؤسسات والمحافظات والوزارات التي تدار من قبل الأحزاب، إضافة إلى تجارة الحبوب والمواشي، الضرائب والتهرب من عمليات دفعها، العمولات والكوميشنات، أزاء العقود الخاصة بالمؤسسات والوزارات، مزاد العملة وعمليات التحويل الخارجي والتلاعب بوجود منافذ ممثلة بمصارف وما أكثرها حاليا. طيب المصارف الخاصة المرتبطة بمفاصل البنك المركزي أو غيره أو وزارة المالية أو غير ذلك التي تساعد في عمليات تهريب. نعم دكتور صباح، هل ترى ربطا بين هذه المنافذ، منافذ الفساد، هل ترى أنها لربما تكون خاضعة لشبكة فساد واحدة؟ هل هناك تسهيلات من قبل الحكومة لإجراء هذه العمليات من الفساد؟ في اعتقادي من الصعب جدا أن هذه المنافذ كلها تكون مرتبطة بشبكة واحدة، ولكن هذه عدة شبكات وكل شبكة متخصصة في عمل ما في موقع جغرافي، وكذلك أيضا موقع وزاري أو مؤسسي أو وظيفي. إذن هناك تغطية حكومية لها؟ نعم في داخل المؤسسات الحكومية نفسها. كذلك أيضا يعني وصلت مراحل بحيث حتى المناهج التربوية وعمليات طباعة المناهج فيها فساد كبير جدا، وغير ذلك من عمليات التجارة. دكتور صباح يعني هنا نتحدث عن فساد في يعني لربما في جميع مفاصل الدولة، ولكن ماذا عن الوعود، وعود الحكومة بمحاربة الفساد، ويعني تضعها بطبيعة الحال على رأس برامجها مكافحة الفساد وأيضا استعادة الأموال المنهوبة، أين كل هذه الوعود؟ حقيقة الشعب العراقي غير متعود ولم يكن
جاهزا ليس الآن، منذ 1958 ولغاية الآن لا توجد برامج للدولة يتم عمليات متابعة لها حقيقية، بحيث أن الوعود هي التي تتغلب على البرامج اللي ممكن أن تطرح، وهذا هو الذي يعطي الإمكانية لإدارات الفساد حقيقة أن تنفذ ما تريده، وفي نهايات كل سنة لا تقدم أي شكل من أشكال الختاميات التي يمكن حسابها بما تم صرفه أو إنفاقه، أو الجهات المعطلة. هناك جهات معطلة لمشاريع استثمارية بحيث مشاريع متوقفة ويتم عمليات الاستيلاء على التخصيصات الخاصة بها، ويتم عمليات استبدال المسؤولين لتضييع الملفات الخاصة بعمليات الفساد. إذن كنت ضيفا عبر سكايب من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو، شكرا جزيلا لك دكتور.